أمراض وحشرات عديدة بتأثر سلباً على الزراعة بلبنان، منها حشرة الدكتيلوبيوس أوبوينتيا يلي بتضرب الصبار. فريق لاري عم بيلاحق هالمشكلة. هيك الحشرة بين بلبنان بال 2012 أول مرة بمنطقة النبطية بالجنوب. وقتها نصحنا العالم أنه يحرق الصبار تما تنتشر. بال 2014 بعد العالم عم بتعاني من المشكلة. هالحشرة بتنتقل بالهواء وبتتكاثر بسرعة هائلة. الدكتيلوبيوس أوبوينتيا بتعيش من الورقة، بتتغذى عليها، مع الوقت بتقتلها نهائيا. الصبار الموجود بمناطق الشمال غير مصاب بأي ضرر، في حين بيتركز الضرر الأكبر على الصبار بالمناطق الجنوبية. الحرق وإعادة الزراعة بهالحالة هو الحل الوحيد، بينما رش المبيد على عدة مراحل هو السبيل لمعالجة المناطق الأقل ضرر. مرة قدرنا وطينا البوبوليشن تبع هيدي الحشرة، صار فينا نستعمل العدو الطبيعي. في بمصلحة الأبحاث بتل عمارة عم نربي عدو طبيعي اسمه كريبتوليموس موتروزياري. هيدي نوع من الفوكسينات بتعيش بس على هالأنواع هيدي من الحشرات، لأنه دورة حياة هالعدو الطبيعي هي أقصر من دورة حياة الحشرة داكتيلوبيوس أوبوينتيا، فنحن بحاجة على نطلقها على كميات كبيرة تتقدر تكافحها. هناك أيضاً أمراض بتضرب النحل بلبنان. بعد ما قابلنا عدد كبير من النحلين على الأرض، حسب ما وصفونا أنه في قسم من النحل عم بيموت أو في قسم من النحل عم بيتشوه، النحل ما عم بيقدر يطير بشكل طبيعي. هلأ حسب ما نحن قمنا بدراسة أولية بالمراجع، تبين أنه قد يكون احتمال كبير أنه هالأعراض هي نتيجة حدوث أمراض فيروسية مثل فيروس الجناح المشوه أو فيروس تكيس الحضنة إلى آخره. بدأنا بالعام 2015 بأخذ عينات من مناطق تواجد النحل. بالمختبرات عم بيتم العمل حالياً على تحديد كيفية إجراء هالتحاليل هيدي، لأنه هاي تحاليل لأول مرة بتصير بلبنان، ومن خلال استخراج الحمض النووي لحتى نتوصل الكشف الدقيق عن هالأمراض الفيروسية. ما عنا علاج أدوية بتنحط على هالنحل المصاب، حتى بأحدث البلاد الشغلة اللي بتنعمل هي الوقاية. فالأفضل أنه إذا عنا أفير واحد مصاب مفروض يخدوهن ويحرقوهن. والنحل عنده قيمة اقتصادية مهمة، عندنا 80% من الأزهار تلقح بالنحل، يعني بمناطق حطينا نحل، بمناطق ما في نحل، الفروقات جدا جدا كبيرة.